مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في سهرتنا لهذا الأسبوع زهرة الروض. زهرة الروض لهذا الأسبوع مع واحد من الشعراء اللي أيضا وضعوا بصمتهم على أغنية الحقيبة، وإن كان هناك حديث عن أنه يمكن أغنياته ما هي بالكمية الكبيرة ولكن بالجودة العالية والعظيمة، من خلال كلمات جميلة، من خلال فنانين كثر تغنوا لهذا الشاعر الكبير علي المساح. سنتحدث من خلال هذه الحلقة مع ضيوف أعزاء داخل الاستوديو. برحب كثير جدا بالأستاذ محمد محي الدين. أخ محمد محي الدين، أنا سعيد أنك تكون معي، وأهلا ومرحب بك. مرحب بكم ومرحب يعني بكل هذه التحايا لشاعرنا الكبير علي أحمدانا علي المساح، والذي يعتبر ضيف الشرف لهذه الحلقة وهو جدير بذلك يعني. نعم، أنا برحب بك كثير جدا، وبرحب بالفنانين الشباب اللي معاي، الفنان شاب محمد حسن حاجة الخضير، أنا برحب بك وأهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا بك معتصم، وأهلا بكل الضيوف معنا في الاستوديو، وأنا سعيد جدا أكون في هذه الحلقة المميزة لشاعر مميز الشاعر علي المساح. أتمنى أنه نقدر يعني نأدي أغنياته بشكل سليم وجميل وينال رضا المشاهدين إن شاء الله. أهلا ومرحبا بك وحبابك، وأيضا الفنان الشاب طلال عبد الرحمن وطلال حلفة، أهلا ومرحبا بك، ونحن نتكلم عن هذا الهرم الكبير. أهلا بك أستاذ معتصم، سعيد جدا بالتواجد في قناة الشروق مع الكوكب الجميلة دي، وسعيد جدا بالتغني في الحلقة دي لشاعر عظيم زي علي المساح. إن شاء الله نقدر نقدم ما يرضي الناس ويرضي المشاهدين. أهلا ومرحبا بكم، وما ننسى كل الفرقة الموسيقية من ليجي وناجي والبقية، أنا مرحب بهم. ودائما مع بداية كل حلقة بنسمع واحدة من الأغنيات، حنسمع شنو يا طلال؟ نبتدي بغصن الرياض المائد، لأنه هي من عيون ومن أعظم ما كتب علي المساح. نبتدي بها ونشوف بعد كده حنشوف حنغني شنو. نعم تفضلوا. انت ناظر
داخل جفتني بنظرة ليمة عايب، شفتك زي هلال العيد وفيه وفيه عايب. شأنا ندايت في زمن جبال، أيام دلال دلال وعدايت، جفيتني ليك أنا ليك رايت. يا غصن الرياض أنا حيني هاجرك، انت ناظر ناظر زايد، جفيتني ليه وين ليك رايد. القديم تبيه مصايب وجدايب، حين يا حبيب كفاي مر العذاب العذاب وشدايب، جفيتني ليه وين ليك راي. يا خلاص للحواري المين دينا حسنك ليك يدوم، لا امتلد لا والي، جفيتني ليك انا ليك راي. يا غصن الرياض الماي انا حيني هاجرك، انت ناظر نادر زايد، جفيتني ليه وين ليك رايد. وانا شايف في مدحك بنيت قصر الرشيد الرشيد الشايف، جفيتني ليك انا راي. غصن الرياض الماي انا حيني هاجرك، انت ناظر ناظر زايد، جفيتني ليه وين ليك رايد. غصن الرياض الماي أنا حيلني هاجرك، وانت ناظر ناظر زايد، جفيتني ليه. غصن الرياض الماي أنا حيلني
وانت ناري استمتعنا بواحدة من الأغنيات الجميلة الرائعة بصوت جميل ورائع صوت الفنان طلال وحركت كل الاستوديو. بعد ما سمعنا محمد محدين دارين نمشي مدني، يعني احنا دائما نتكلم عن الحقيبة بيجي بالخاطر أم درمان، دارين نمشي مدني ونشوف النشأة بتاعت الشاعر العظيم المساح عليه الرحمة. أول حاجة أنا محيي طلال على هذا الأداء الرفيع، نعم. اللي هو بعتبره مدخل زي ما هو قال، يعني بيوري عظمة المساح وأبو غريبته، وهو كيف اخترق إحساسك من أول وهلة، نعم. بالذات في الأغنية اللي غناها طلال دي، يعني المساح علي أحمدانا، يعني لما جمدني هو طفل صغير، نعم. ملامح مدينة مدني في العشرينات، وأقول في بداية أيام الاستعمار البريطاني والحكم الثنائي، هي يعني كانت مدينة، أقول مدينة طقسية، مدينة تقوم على المحبة، الطرق الصوفية تمتلئ بها، المقاهي الجميلة الفريدة في نوعها، في حي يعني أم سويغو، الحي ده كان بتسكنه جاليات متعددة في الفترة ديك، وأيضا في السوق الكبير كانت بتوجد المقاهي. المقاهي دي كان روادة بيجو، وكانت هي عبارة عن منتديات ثقافية في الفترة، يعني ما الناس بتشربوا بس، لا ما الجبنة، ما القهوة والشاي، يعني بيجي فيها المنشد الديني، بيجي فيها المقرئ، بيجي فيها الشاعر، بيجي فيها الفنان، يعني بيجي فيها السياسيين، أيوة هاي. حتى بعد ذلك بدأت الأندية يمكن في العشرينات، فعلي المساح يمكن ظهر في الجو القديم مدني أو مدني القديمة، كانت عبارة عن حي واحد ممتدي يعني على نهر النيل، وبيجاي أم سويقة وبيجاي المدنيين، والعلاقات الإنسانية بين الناس كانت يعني متداخل حتى البيوت كانت مفتحة مع بعضها البعض، من السمات يعني كانت في مجتمع المدينة مجتمع القبول أو التقبل، كان في جاليات متعددة في هذه المدينة، كان في الشوام، كان في الأرمن، كان في الهنود، مصريين حتى اليهود، وكان في المصريين ومسلم الأقباط، ده كلهم بعدين كده كان برضو في تداخل، بعد التباين ده في تداخل، ما هم تجار، يعني العلاقة كانت العلاقة علاقة السوق، علاقة ساكنين في الحي ذاته في القسم الأول، وناس بتتلاقى، وحتى في المناسبات هم بيجوا للناس يعني، نعم. فأكيد بهذه يعني العلاقات وبهذا الاختلاط الجو، بالإضافة للصناعات المتعددة اللي كانت موجودة في هذا الحي، يعني صناعة الأحذية والمراكيب الصرماطية، يعني التجار، أيوة الحرفيين، والجروف على النيل، وتتوسط المشهد ده كله قبة الشيخ عبد السيد، يعني الصوفية بيجاي والأحمدية بيجاي والتجانية بيجاي، فالمشهد كان كله عبارة عن مشهد طقسي، مشهد جميل، مشهد اجتماعي لابد أن يولد حاجة جميلة ومبدعة، الإبداع يعني، نعم. طيب نحن قبل ما نمشي ونسمع من محمد، أنا دا أعرف من محمد الجو، يعني يمكن زي ما الأخ أو الأستاذ محمد يتكلم عن الجو اللي صنع هذا الفنان الرائع، بتفتكر انه الاجواء دور شنو للفنان، يعني يعيش في جو هادي زي ده وجو بتعدى؟ والله طبعا اكيد الفنان هو ابن بيئته، نعم. يعني البيئة اللي نشأ فيها الفنان هي اللي بتشكل ملامح الفنان، في شكل مفرداته، في شكل الالحان، في شكل العمل الابداعي اللي بيقدمه، اكيد البيئة عندها الاثر الكبير. فيمكن في تاريخ الحقيبة عموما
بنلقى انه التصوف عنده اثر كبير جدا جدا في اغنيات الحقيبه طلعت يعني حتى من خلال المفردات اللي تناولها الشعراء بتلقى دائما مربوطه بالتصوف. نعم. ده بيعني انه يعني كل الشعراء دي نشأوا في بيئه بتاعت خلاوي قران وفي بيئه تصوف دينية. فيمكن البيئه دي كان عندها اثر واضح جدا في شكل المفردات انت لو لاحظت في الاغنيه بتاعت الشاغلين فؤاد الكذاب المساح في مقطع فيها بيقول ونادي الفجر نادى وقال يا اهل الصلاح. نعم. فده بيوريك حاضر وقام واهل الصلاح وانا الليل غايم لا خيال. ده دلاله على انه هم ما كانوا عبارة عن كتاب، هم كانوا ناس صوفيين. نعم. وبيستدلوا وبيستنبطوا الكلمة من صوفيتهم. من صوفيتهم. عشان كده حتلقى أشعارهم فيها بلاغة، فيها بلاغة عجيبة جدا. اللغة ذاتها. فيها استنباط، فيها مشاهد. رغم انه أغلب الشعراء ديل الغالبية العظمى منهم أميين يعني. نعم. درسوا كده. يمكن ده اللي بيعتبر. اللغة عالية جدا. نعم. أنا نحن قبل ما نسمع. أنا أديك ملاحظة في كلام محمد هسه قبل ما أنتقل منها. يعني التحول بتاع أغنية الحقيبة من 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 ال يعني الأغاني الزمان اللي هي كان الدوبيت شغل الدوبيت و يعني شغل الطنبارة كان يتحول للريق. نعم. طيب سرور جاب الريق ده من وين؟ نعم. الريق ده بتاع الأحمدية صح. نعم. صوفية صح. وبعض صوفية. الناس بيقولوا إنه هو مشى مصر وجابه من هناك، لكن المرجح إنه هو بعلاقته سرور من الدمجدوب. نعم. حي مدني. نعم. وجاء وسكن في الحي المجاور لأسرة سعدابي اللي هم أحمدية. نعم. والأحمدية بيستخدموا الرق وهو عجبته الفكرة وشال الرق ده ودخل في الغناء ومن هنا انطلقت أغنية الحقيبة نحو التطور الجديد. يعني طيب مع الرق ومع المعلومة اللي انت هديتنا لها قبل شوية، يعني يمكن أول مرة أنا أسمع المعلومة دي. سمعتها يا طلال؟ أي سمعتها يا محمد؟ والله أنا ما سمعتها. أنتوا فنانين لازم تكونوا سمعتوها. طيب إحنا هنسمع شنو محمد بعد الفاصل؟ حنمشي فاصل لكن حورينا حنسمع شنو؟ حنسمع شاغلين فؤادي. طيب واحدة من الأغاني الجميلة جدا. نعم نحن بعد ما نمشي ناخد فاصل حنيجي راجعين عشان ما نسمع الشاغلين فؤادي. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. محمد حنسمع الشغالين فؤادي. الشغالين فؤادي تهين فايتين في البيت زارف دمع المايقين شغلين فؤادي وتايهين فايقين في البيت زارف دمع المايقين شايب لي برق اللمع وصيت بالخمايل يا ناس اجتمع قوموا يا أحبة نسترق السمع ما بطيق القادم والبان اجتمع شغلي فؤادي تايهين تايهين في البيت يا داري لو علمايين أعطاي خدروا لموني العوازل بحال الذرو تايهين في دلالهم تايهين ما دروا الشغلين فؤادي وتايهين فايقين
شفيني بيا زاري بدمع الماي سمرت الكواكب لما الفجر لاح نادى الفجر نادى وقال يا هلا الصلاح صلوا الوقت حاضر قاموا هلا الصلاح وانا الليل خايم لخيال ليلاح شغلين فؤادي وتايهين فايقين مع المايقين النسيم عاودني أقوم من نومي صاح فكري حاير مشطوب انشطاب يا نسيم بالله تجيب رد الخطاب او عجاه لليوم ما بتحمل عتاب شغلين فؤادي وتعيهين فايقين يكفيني بي يا زارف دمع المهايقين ما بيا تضيع من الحال ديكي أخير لي النجيع وحسرة شباب الميت لي وجيع شغلين فؤادي فايهين فايقين فيه بي يا زارف دمع المهايين شغلي فؤادي فايهي فايهي يكفي البي يا زارف دمع المايقي شغلي فؤادي فايهي فايهي يكفي البي يا زارف دمع المايقي يكفي البي يا زارف دمع المايقي ليك في البي يا زارف دمع البهاي ليك في البي يا زارف دمع البهاي الشغلي فؤادي فايقين ليك في البي يا زارف دمع البهاي استمتعنا بواحدة من الروائع أيضا من الفنان الراغي محمد وأنا بمشي طوالي بعد الأغنية الجميلة اللي استمتعنا بها من الأخ محمد دار أمشي لمدني أرجع تاني لمدني ودار أشوف منو من الناس يعني تكلمت عن الحاجات الاجتماعية وتكلمت عن البيئة اللي كان موجود فيها ونشأ فيها دار أشوف منو من الفنانين اللي كانوا فيه اللي استفاد منه واستفادوا منه في الفترة دي طيب يعني أنا أحيي محمد يعني برضو على هذا الأداء نعم. الرائع ونحن نتمنى نكون مبسوطين جدا طبعا نعم. يعني كل ما نلقى زول بيعدي للمساح بصورة الراغية دي والجميلة دي
يمكن يعني قوة جاذبية حي المدنيين في الفترة دي، وحي المدنيين هو قلب المدينة واد مدني. يعني تلقى شيء غريب جدا جدا انه في المنطقة اللي قلتها عليك دي، منطقة سعدابي ومنطقة ودقيحة ولورا امتدادات العشير وكذا والدباغة، منطقة مليئة بالفنانين والمبدعين ولحد الشارع البحيرية. يمكن في المنطقة دي بالتحديد يعني ولد الفنان الشبلي، فنان كبير نحن بنعتز به اللي هو يعني محمد احمد سليمان الشبلي. ويعني هو ما ظهر اعلاميا وما لانه مات صغير غرقا، لكن هو كان سابق للمساح وسابق للكاشف وسابق لعمر احمد. عمر احمد سرور كان قبلهم ولا؟ ها؟ سرور قبلهم ولا معاهم؟ سرور اكبر منهم، اكبر منهم، لكن سرور جل منطقه الفي الشبلي دي ذاته ده المندوب وسكن جنبهم في نفس المنطقه. كان في عوض الجاك ومن اللي قدام شويه كان في الكاشف، الكاشف اصغر يعني اصغر منهم برضه. ف الشبلي ده كان بيتميز بصوت، يعني يقولوا الناس احنا ما حاضرينه، يعني صوت جميل جدا واداره فيه جدا جدا وتلحين عالي. يعني من ضمن الاول زول غنى الاغنيه اللي غناها محمد قبل شويه شاغلين فؤادي، وغناه وانت بدر السماء في صفاك قبل الكاشف. اول من غناه هو غناهم الشبلي. الشبلي هو يقال يا استاذ انه كان في ثنائيه ما بين علي المساح والشبلي. أيوة. حتى وسط الرياض المايت حتى قالوا غناها الشبلي. غناها الشبلي كان في ثنائيه بيناتهم، كانوا اصدقاء كده. الشبلي هو مبدع يعني، يعني وكثير من المبدعين يموتوا في صغار مات غرقا. وايضا الفنان المبدع الكبير عمر احمد من مدينه واد مدني وبرضه نفسه في نفس المنطقه، حتى نفس المنطقه غنى ملك الطيور وغنى يعني كان بدري عليك ثم ارتحل يعني. لكن المنطقه دي بالتحديد كان جمعت الجماعه ديل وابتدات منها هذه الكلمات الرائعه وهذه الالحان العزبة، مما جذب العديد من مبدعي الخرطوم في العشرينات في تلك الفترة. صح. وهذه مسجلة يعني جذبهم جو هناك يعني ولا جو مدني؟ جو مدني. اي من ضمن الناس جو شعراء يعني، جاء محمد علي عبد الله الأمي وعتيق وأبو صلاح ويعني عبيد عبد الرحمن و جو مدني كان جو إبداع كده. ايوه وجاء كروما. نعم. يعني برضو مع علاقتهم مع سرور، علاقتهم مع المساح، ويمكن بدأ النجم الكاشف يلمع بعد ذلك. هي العلاقة بالتأكيد علاقة فنية وعلاقة، وفيما بعد عرفنا أنه برضو المساح جاء أم درمان والتقى بالمبارك إبراهيم في الإذاعة. ويمكن في الفترة دي قدم بعض الأعمال لأم الحسن الشايقية لكن ما حظينا ب ما ظهرت هذه الأعمال يعني. نعم. يا طلال يعني يمكن نتكلم هسه عن مجموعة عوض الجاك، عمر أحمد، الشبلي، الشبلي، الكاشف. أنا عايز أضيف حاجة بسيطة معتصم بدون قطع كلامك. الشبلي ده من 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 قوة أداءه وجمال صوته يقال بأنه شوف الأغنيات دي كان الشبلي كان مساح توفوا بدري. نعم. ما في كثير من الاغنيات. لكن على قدر السبع او ثمانيه اغنيات القعده هي كلها وصل الشبلي، وصل الشبلي. بينما انه هو توفى يعني بدري، لكن بدري. الاغنيات من جمالها وصلت وبقت قاعده راسخه قاعده مخلده مع اغنيات. نعم. الحقيقه كان تداولوها بعدين لغايه يوم الليله يعني. نعم فعلا. انا دار اقول شنو يعني، يمكن قبل محمد تكلمت عن البيئه. نعم. يعني مجموعه من الفنانين يتجمعوا في منطقه زي دي اكيد حيكون في تنافس، وتنافس شديد جدا طبعا. اكيد اكيد. بعدين يمكن كان الميزه الاكبر سمعنا بها انه المبدعين ديل زمان كانوا مش منافسه فقط، وانما كان الناس نظام الورش، منافسه مشاوره. ايوه مشاوره. نعم. مع بعض الاغنيه بتطلع بتكون هي محصله بتاعت اراء مجموعه كبيره جدا من الشعراء والملحنين والفنانين والسميعة. الناس اللي بيكون يسمعوا بيكون رايهم. نعم بيكون رايهم. يا طلال احنا نتكلم عن الالحان، انا داير اسال ليه الالحان دي لغايه الان خالده؟ انت تكلمت قبل شويه. الالحان دي لغايه الان خالده لانه بكل بساطه هي مباشره وجميله، وبعدين يعني متداوله ومتناقله يعني، يعني من زمن لزمن جاي وماشي لغايه يوم الليله. نعم. عشان كده لغايه الان هي متداوله
وموجود لانه كلمات رصينه وفيها يعني فيها جماليات لو انت عينت فيها كل جماليات اللغه الاغنيات الحقيبيه. نعم ده خلاها هي قاعده وراسخه. نعم. نعم. موجوده. قبل شوي انت تكلمت عن انه يعني اغنياته ما كثيره. عنده غنى ثاني ما ظهر مثلا قد يكون في يعني قطعا اخ محمد ما اظن يكون كتب له سته وبس او سبعه زول فنان زي ده يعني. انا قلت لك يعني هو يعني ام الحسن الشايقيه هو اداها غنى وكده ويعني عوض الجاك في اغنيه ثاني يعني انا سمعتها له وغنى له وكان مشى جبل اولياء. يعني هو ما بيدور يطلع من مدن على الاطلاق. ف يعني يمكن تعب من المزال دي وكتب قصيده وغناها عوض الجاك انا سمعتها بصوت عوض الجاك. لكن المساح هو كان يعني ممتلئ باشياء كثيره. يعني المساح كتب عدد من المدايح كثيره جدا جدا وملحنه موجوده في زاويه الشيخ عبد السيد وكان هو بيجي يعني لهذه الطريقه. يعني المساح ايضا كتب الكثير من المداعبات الاخوانيه. ودي بعض الناس حافظينها في مدينه والمدني. وكتب شعر وطني يعني. كتب شعر وطني ويمكن التقى بعلي عبد اللطيف عام 22. علي عبد اللطيف جاء مدينه والمدني وانشا ثوره اللواء الابيض. ايوه عمل مجموعه هناك ومن ضمن المجموعه دي اختار ايوه هو انضم له كثير من الشباب من ضمنهم عنده دور وطني كبير علي المساح. وحتى عنده قصيده يمكن دخلته السجن وغاضوا فيها. بتتذكر فيها حاجه القصيده؟ لا يا متذكر الاربع ابيات الاولى يا ريت نسمع اللي هو هجا فيها يعني الانجليز وقال انا دابي بادي في الهجي يا ام ليك حق تزهجي في بلاد عربجي يجي عندنا هنا حاكم عام يجي يعني هناك عربجي وهنا حاكم عام لازم يخش السجن البلاد هانت بمجيء الانجليز اي واحد هناك ما عنده صنعه يبقى حاكم عليه حاكم عام نعم لكن لازم يسجن لازم احترامنا لكل اهل الصناعه لكن انا عندي مثلا في حته الاقلال دي او مقل دي حتى لو كان مقل مع انه بعض الناس المدني بيقولوا انه كان عنده شنطه كبيره بتاعت حديد وبيخد فيها حاجاته دي لكن بتنقله من حته لاخرى خلاها في تكون حته اي قد تكون او قد يكون الزول اللي عنده هو توفى ايضا الكلام ده ما صار له 95 سنه بيكون يعني هو المساح توفى سنه 66 لكن مما بدا والشعر وكده يعني قريب له قرن يعني والله استاذ محمد ان شاء الله الشنطه تكون قاعده ان شاء الله مفروض لكن حتى اذا كان مقل هل الاقلال يعني يحرم الزول من انه يكون ابداع وزايع الصيت وكذا طيب صالح وما كتب كمية من الروايات صغيرة جدا خالدة وبقى في المئة روائي عالمي يعني ما دخلته التاريخ يعني القلة لا تعني عدم الإبداع نعم ولا لما كانت هذه الأغنيات لحد الآن خالدة يعني يغنونها طلال ومحمد بهذا التذوق وبهذا الفهم وبهذا الإحساس العالي يا محمد قبل شوي احنا بنسمع في الاغنيه لفت انتباهي يعني انا في معظم اشعاره وحرجع بعدين للاستاذ فيها 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 بكى كثير يعني انا لاحظت انه يعني فيه دموع كثيره نعم بعدين بنيه جاهله جاهله صغيره جاهله نيه ما بتحمل عتاب جاهل نيه دي معناها بدي صغيره ولا شنو؟ صغيره هي معناها هي او فيها مدلعة او عندها حساسيه عاليه جدا جدا يعني حتى العتاب ممكن بلع شديده ايوه حتى العتاب بياثر فيها يطلع طبعا نعم اكيد لقوا هم يعني يمكن الغزل العفيف كنا نتكلم عنه يعني يمكن معظم شعر الحقيبه كانوا غزلهم عفيف وشريف وجميل مش كده يا طلال؟ دي حقيقه نعم طيب نحن يعني مع الكلام الجميل الرائع ده هنسمع واحده من الاغنيات الجميله الرائعه هنسمع شنو؟ نسمع زمانك والهوى عوانك برضه هي من كلمات علي المساح Thank you.
تطيق سلواني جمالك والهوى عواني أحكم فينا هذا أواني غبران كيف تطيق سلواني سطاحة فوق أغصانك ذكر لي حبيب يا حمامة أولى أغصاني أهواك فضيك سواني هاجت عبر الدين يا دموعي كم حبساني وين تلقي الملام يا عيوني خاب انساني وهو كيف تطيق سلواني جمالك والهوى عواني احكم فينا في صبح ومساء نزلت دموع سحاني وانا تايس الرضا ورضاك اظن محالي اهواك كيف اطيق سواني اتعكر صفاي وبياضي اصبح حالي والحاله علي يا ريت ضوي وحالي وهو كيف اطيق سلواني مالك والهوى عواني احكم فينا هذا اواني وهو كيف اطيق ودنا ود بين لكن بقت حناني روحي رهيبة ليه هي هدية أوعى بناني أهواك كيف أطيق سواني نعرض سحر مأخوذ من سحر عيناني خلوك لو يدور تدر شبيه أسناني أهواك كيف أطيق سلواني زمانك والهوى عواني أحكم فينا هذا أواني أهواك كيف أطيق سلواني Thank you.
حسنك ما في لا عجبان ولا عربانك الهبة النسيم هزاتي بي الباني أهوى في خطيك أذبك خذرك الغارات علي ما باني ما ضر لو أطول أنا من أحد حباني أهوى كيف ضيق سلواني زمانك والهوى عواني والهوى عواني أحكم فينا هذا هواني أهوى كيف طيباني زمانك والهوى عواني أحكم فينا هذا هواني أهوى استمتعنا بواحدة من الأغنيات الجميلة. طلعنا قبل ما أمشي والأستاذ محمد يعني الأغنية دي لاحظت فيها مساحة واسعة ولا هو يعني المساحة كله فيه مساحات واسعة للتطريب والفنان عنده يعني مساحة كبيرة إنه يقدر يعمل الحاجة اللي هو عايزها. والله يا معتصم هو أغنيات الحقيبة عموما فيها الخاصية بتاعت التطريب دي. نعم. لكن تحديدا أغنيات علي المساح بتمتاز بميزة تطريبية عالية. بتدي مساحة للفنان إنه يستخدم صوته يعني. ليه؟ لأنه أنا بعتقد أغلب الألحان للشبلي وهو كان فنان وبالتالي هو ما كان بلحنة بالحس بتاع ملحن ويديها لفنان تاني يعني فنان وملحن أيوة هو كان بلحنة وبغنيها فين تحتلقى أنجح الألحان اللي هي اللحن المغني نفسه لأنه بيستخدم فيها كل المساحات وبيعمل فيها مساحات تطريبية عارف بيسوي شنو فحتلقى الأغنيات بتاعت علي المساح تحديدا يعني فيها مساحات تطريبية عالية عالي جدا بعدين في ملحوظة تانية أنا طبعا وده رأيي شخصي أي أغنية بتاعت حقيبة يتناول الراحل عبد العزيز محمد داود دي بالنسبه لي اغنيه مليانه تطريب ومليانه اداء بتجي عليها طوالي لانه ما بيشاور لانه هو اصلا يعني صوته زي لعب الكوره يقول لك لو اديته مساحه حقك راح شوف لك فالراحل عبد داود من الفنانين بيستخدموا المساحات الصوتيه صح نعم حتجاوب صوته مريض جدا وسط الرياضه المايد بشكل جميل وهكذا نعم محمد عندك تعليق على المساحات والفنان اللي بلحن هو بيغني نفس الاغنيه والكلام ده والله انا بسني طبعا بس عليه كلام على طلال. كلام طلال انه الحقيبه دائما يمكن هي دائما الفنان اللي بيكون جديد في اختبارات اللجان دائما بيقول لك غنينا الحقيبه لانه الحقيبه عارفين ان الحقيبه دي فيها مساحات تدرج صوتي فيها مساحات تطريبه عاليه ايوه بتبرز مهارات الفنان امكانيات الفنان دائما يعني نعم طيب استاذ محمد الأغنية دي في كلام كثير جدا عنها وانا بيل قلتها يعني على المساحة يعني أغنياته فيها دموع كميات مطر وانت يعني وافقت على الكلام ده وطلال ومحمد وافقوا عليه الأغنية دي فيها شنو انا شايف يعني فيها شجن غريب حكايتها شنو طيب اول حاجة يعني دي اكتر أغنية فيها البكاء ده يعني الصبح وهنا المسائي نازلات دموع سحالك يعني نعم. هاي وعيوني يدموعي كيف حبسانك هاي المساح يعني زي ما قال قبيل
يعني يمكن طلال هو العلاقه بتاعت الصوفيه بتخلي الزوج الشفيف يا حقه الصوفيه طبعا يعني نعم. يعني بيحبوا بيشفوا والزول بعد ذاك يعني قال لا اسعفيني انا ادنا انتهاي في نغيم فاهي كرزين دواي اي ودمع المايقين اي الدموع كثيره جدا جدا مع انه في واحده من الاجزاء في ناي بيقول انا الحجه بحلم شبكه وانا المساح دمع البكا لكن هو اكثر زول بيبكي الناس يمزح يرجع يرجع يبكي يعني شوف المعادله يعني معادله عجيبه معتصم انا عايز اربطها كحاجه نعم الاغنيه بتاعت زمانك والهوى اعوانك فيها قافيه اطلاق ما تكررت انك صحانك حنانك كلها ماشيه بالشكل ده نعم المساح طبعا بيشتغل المساح ده يعني هو مساح لكن اللغه العربيه بتاعته والمفرده بتاعته يعني عاليه جدا جدا انت تلاحظ انه بيستخدم كلمات يعني قصر الرشيد الشايد ده بيدل على ثقافه عاليه هاروت وقرآنية وشغل يعني هو من التراث بيجيبوا يعني المساح يعني أبرع في هذه المسألة ويمكن في الأغنية دي ذاتها الأستاذ القاص والرواية أحمد الفضل نعم معروف طبعا وهم زميلنا من مدني ومن أكثر الناس يعني اللي اشتغلوا بالمساح وكتب عنه نعم وتاني في ناس كتب عنه كثيرين الأستاذ خالد صديق ضمنوا كتاب الذكريات والتاريخ والمدني فهو في الأغنية دي زمانك والهوى قال لينا بهني إنه في ناس بيغنوها بثلاث صور زمانك والهوى أعوانك نعم وزمانك والهوى أعانك نعم. وزمانك والهوى عوانك نعم ثلاثة قال لي انت عارف كلمة عوان هي كلمة صحيحة جدا جدا من رجع مبارك المغربي شاعر يعني نعم. وكان موجود في مدني وكان مامور السجن نعم وهناك يعني كتب اغنيته الجميله سحرتني الجزيره يعني كان غنيها يعني الخير عثمان وحمود الريح بعد ذاك فقال لي يعني عوانك يعني الزول اللي بعينك معاون اي اي فلاحظ هي اذا كان عوانك ولا اعوانك ولا عانك عانك بعيد شويه دار الواو دار لزملائك عوانك وعوانك الاقرب وانك وانك الواو نعم والالف والنون والكاف زمانك والهوى أوانك أحكم فينا هذا أوانك بهواك كيف أطيق سلوانك شوف الواو والألف والنون والكاف ثلاثة حروف مع بعض نعم. بتدي إيقاع فعلا تطريب هم براين قبلي ما يتلحن نعم عارف رأي الأخوان المبدعين شو نعم الأغنية هي في منه في مقطع يعني وقع من الشباب ديل ما أتكلم اللي هي في النهاية بيقول عدت وعاد هناك يا بهجة هلا هلالك والأغنية اسمها أغنية البهجة والبهجة معروفة في مدينة المدني هي يعني امرأة بهذا الاسم أنا قبل ذكرت إنه في جاليات نعم كان الشوام والأقباط ويعني الهنود والأرمن وحتى اليهود هي بهجة واحدة من بنات الجاليات ولفتت نظر المساح وأعجبته وكتب فيها هذه القصيدة الرائعة والمسألة ما غريبة طبعا تجاني يوسف بشير يعني أيضا كان مغرم ببنات المسالمة وكان يعني بيشتغل في شركة سينجر وكتب آمنت بالحسن بردا وبالصبابة نارا وكتب يعني قصيدة طويلة عن واحدة مسيحية وخليل الفرح نعم صح نعم الفرح بالمناسبة كان جمدني برضو وكتب حب مالو أعياه النضال مدني كتب هذه الأغنية الجميلة فيعني كتب خلي الفرح زهرة روما فوق العين الشاطئ بين قصور الروم أي زهرة روما أيوة يعني خلي جات مدبوعة الهيفاء غير زنار ووصف فيها برضو امرأة من بنات الجاليات وكده واحمد الفضل اللي قلته قبل شويه هو نبهني لانه زهره روما صاحبه خليل الفرح يعني ارتحلت هي وزوجها لظروف العمل الى مدينه واد مدني واستغرت بها حتى مات زوجها ثم رجعت الى
يعني خطهم أو أنظروا معنا. طيب ده وقت العلاقات دي يعني العلاقة الجاليات ما هي موجودة وصلاحيات. أنت قلت العلاقة حلوة بين الناس يعني ما في فاصل بين الناس يعني يدخلوا في بعض ويعجب بهذه البهجة. وأنا هرجع وأتكلم عن هذه الأغنية الجميلة والأغنيات الأخرى ولكن هناخد فاصل قصير ثم نعود مشاهدي الأعزاء للتواصل. أرحب بكم من جديد وبرجع للأستاذ محمد. أستاذ محمد تكلمت قبل شوي أنت عن الصوفية والمديح. أنا لاحظت هو في النهاية بوقع باسمه والكلام ده أنا لقيته في المديح كثير جدا. في علاقة بتربط بين توقيع اسمه والمديح ولا هو بيقصد شنو من اللي. هو ربما يكون المسرح يعني يكون زي كلامك ده أخذها من المديح يعني المادح في كل قصيدة بعد ما ينتهي منها وبيذكر اسمه وبيطلب الاستغفار وكده. نعم المسرح ذكرت مو التوقيع مش كده؟ توقيع 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 نعم توقيع المسرح وقع في أكثر من قصيدة يعني في الشغلين فؤادي ذاته يعني ناشي القول أخيك المساح علي حالته صعيبة واصل يا محمد علي محمد علي الأمي الشاعر وفي وفي وأنا المساح معبك قلت أنا قبل نعم فهو بيدخل اسمه في في القصيدة في القصيدة دائما بيدخل اسمه نعم يعني في عدد كبير من القصائد يعني ده إلى أن تقوم الساعة ما حدا يدرس القصيدة دي لزول تاني ثبتها خدت الختم بتاعه ختمها. الآن الحياة دي ما عندنا شو في أغنيات زي دي ولا ما مازن والله ما بقت موجودة أغنياتي والتوقيع ده ما كثير. بعدين أغلب الحياة يمكن تلقى فيها توقيع الشاعر في النهاية دائما بتكون في المدايح النبوية المدايح النبوية أيوة ده بأكد إنه هو كان قريب من أيوة في الصلاة دائما في الصلاة في الآخر يعني دائما بيقوم ب الراوي يقوم بوقع اسمه بوقع لكن في الاغنيات الجديده ما في اغنيات ما في طلال عندك تعليق في هو والمساح طبعا اغنياته كلها ما تدونت نعم بيقول لك لاسباب انه كان مسجون بعد ما طلع من السجن زهج من الكتابه وكده واشتغل في الحياكه يعني مع ترزي كده واشتغل في الحياكه وكده وعشان كده ما اغنياته اغلبها ما تدونت لكن انا بذكر في في نعم في سنة 99 في أغنية أنا غنيتها وكانت للمساح قدر ما فتشت عليها ما لقيتها وقالوا لحنا واحد اسمه أحمد الجريف أو أحمد الجريف هاوي وغناها كان مغني برضو لا بس أنا عايز أقول مقطع منها شوف بيقول بالله يا نسيم الصبا بالله يا نسيم الصبا بالله يا نسيم الصبا جيب لي شغال خبر الرضا يا نسيم جميلة كله ما مسموعة ما مطروحة. أنا سمعتها للأمانة عن عباس تلودي بس لكن أنا ما سمعتها. حنرجع لطلال يمكن دانا محور مهم جدا العمل عمل الفنان زمان يعني هم يعني يمكن بيحترف يعني الغنى بالنسبة لهم هواية ما احتراف يعني ما اشتغلوا عشان يمشي يجيبوا قروش أو ال- 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 كان هو شغال هو كان أمي وكان شغال ترزي لأن تكلمنا عن النقطة دي بالذات يعني يمكن طرغت لها قبل شوية. أيوة هو يعني المسرح بدأ في حي المدنيين ذاته واشتغل مع ترزي وكان بيعمل العراوي والزراير دي زراير دي طبعا هو شغل بتاع صبيان فدي دلالة عن مكان يعني الصبي يعني فلما كبر شويه برضه هو يعني اشتغل في الترزيه واشتغل في اي شغل الاقمشه ده يعني ورونا ناس الرواء انه كان بيمشي الحصحيصه بيشيل ما يخيطه ويبيعه يعني والاطلاق ما كان عاطل كان بيشتغل يعني وهذه الاسفار ربما وهذه التجارب كلها والعلاقات والكلام اللي قلناك به كله وما فتح ذهنه وشحذ عبقريته اسم المساح ذاته هو ده ما لغب من وين لغب يعني اختلفوا فيه الناس بيقولوا كان بيمشي كتير يعني بلف كتير يعني بالحواري بتاعت المدينة بالأزقة البحر حتى للتأمل يعني أو لزيارات أو يعني لاكتشاف الأماكن الجميلة أيوة كان متحرك في النقطة دي أستاذ يمكن في النقطة دي
يعني بنلقى نحن كثير جدا من شعرانا والمبدعين في الوقت ذاك كانوا هم كلهم اصحاب مهن مختلفه. صح ايوه صح. حرف يدويه او يعني قليل جدا منهم ما تلقى واحد فيهم عنده وظيفه مكتبيه. نعم دي حقيقه. ممكن ممكن يكون لا 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 المهن دي ذاتها خلتهم اكثر التصاق بالمجتمع عشان كده تلقى القصائد ذاتها بتلقى حاجات مستنبطه من ايوه من داخل المجتمع مرتبطه بالناس. دي حقيقه. عشان كده بقت الاغنيات ذاتها قريبه للناس. الناس لها سحاب ظاهر. يا معتصم البساطه يعني هسه شغل المساح ده رغم انه في تلقى كلمات يعني لغه عربيه فصحى واستخدام لزوم ما لا يلزم يجيب كلمات زي قصر الرشيد الشايد وهاروت وماروت وما بعرفه لكن البساطه بتاعت الكلام والبساطه بتاعت التركيب دي ذاتها نوع من الاعجاز يعني ونوع من البلاغه يعني فعشان كده بنلقى انها يعني تصل لقلب الناس بتصل بصوره وبتستغل جوا نعم يعني يمكن البساطه اللي اتكلم عنها وقبل شويه محمد الحاجات دي كلها نحن كشعب سوداني عندنا ميزات يعني الحاجه البسيطه دائما بنقبلها. نعم. ويا محمد انا داير اعرف من حته انه المساح قال هو بيتحرك كثير نحن بيقولوا دائما المبدع قلق ما بيستغل على حاله واحده يمكن تكون الحاجه دي موجوده. لا اكيد طبعا هو حاله القلق دي حاله ملازمه للمبدع دائما. نعم. المبدع ما بيقدر يستقر في محل واحد مسافه طويله. نعم. ما بيقدر يكون على حال واحد روتيني هاي ما ممكن يعني. نعم. عشان كده تلقى دائما المبدع ما بيقدر يتغير بوظيفه. نعم صعب يعني ثابته لمسافه طويله يعني. نعم. يجي يوقع ويجي ايوه دخلت الدين وطلعت الدين اللي فيها ما هي يعني عارفه كويس اللي فيها اطول في حاجه ثانيه يا معتصم في اعتقادي انه في الزمن ذاك ما كان في تباين اجتماعي. نعم الناس ما كان في تباين اجتماعي الناس كلها بتاكل عصيده والناس كلها والبلد ذاتها كانت بسيطه. نعم ففرصتك للتامل كانت كبيره. نعم. هذا البحر وهذا الشجر. نعم. وهذه الخلوه وهكذا يعني وهذا الناس ما في مشاكل. والناس معي يعني اثباتا لكلام طلال يعني انت اذا مسكت اغاني الحقيبه ما تلقى فيها قصيده تخلو من مفردات الطبيعة. نعم. صح. نعم. طوالي يعني هسه المساح طوالي مع الحمامة. نعم. حمامة الغصون. غصون صداحة. والأغنية الثانية يعني لما تعب. غصن الرياض المائي. غصن الرياض المائي. نعم. الشجر. حتى الطيور بيصفوها الناس بالتشوم هو جابها يا غراب في القصيدة اللي حتغنيها. نعم. محمد. بعد ما استمتعنا بالكلام الجميل والرائع من الأستاذ محمد وطلال ومحمد حسن. حنسمع شنو يا محمد الاغنيه دي؟ حنسمع انت بدر السماء في صفاك يعني حنمشي للبدر فوق. نعم نعم. نستمتع بهذه الاغنيه الجميله الرائعه ثم نعود لنتواصل. السما في صفا قولي عن عيني ما خفا حبيبي متى وفا انت بدر السما في صفا قولي عن عيني ما خفا حبيبي متى وفا سماك أنفا حبيبي الممات والحياة بين شفا الممات والحياة بين شفا الممات والحياة بين شفا الممات والحياة بين شفا النفور الصبا في صفا حبيبي متى وفا انت بدر السما في صفا قولي عن عيني ما خفا يا حبيبي
حبيبي انت زور الطيفك عسى يا حبيب الجسى سيب جسى حبيبي متى وفاك انت بدر السما في صفا كل عن عيني ما خفا يا حبيبي وفا زهري وسن البروق خدت زهري وسن البروق خدت زهري وسن البروق خدت زهري وسن البروق غير اشوفه انا ما بروق حبيبي متى وفاك انت بدر السما في صفا قل لي على عيني يا حبيبي متى وفاك يا حلال زمن الجهل يا حلال الزمن الجهل يا حلال زمن الجهل على الربع في السهل حبيبي من شروقنا بنشرب نهلي من شروقنا بنشرب نهلي يا زمان هل بنعود أهلي يا حبيبي متى وفاك انت بدر السما في صفاك قل لي عن عيني ما خفاك يا حبيبي متى وفاك فيه الحياة والدلال حبيبي أهو فيه الضر والسلال أهو فيه الضر والسلال أهو فيه الضر والسلال أهو فيه الضر والسلال أكيد أدلع صبيات تلال يا حبيبي متى وفاك انت بدر السما في صفا قل لي عن عيني ما خفاك يا حبيبي متى وفاك انت بدر السما في صفا
قل لي عن عيني ما خفا يا حبيبي يا حبيبي انت يا حبيبي يا حبيبي انت بدر السما في صفا قل لي عن عيني ما خفا يا حبيبي متى وفا. برحب بكم من جديد بعد ما استمتعنا. استاذ محمد بدي ارجع للفتره اللي يمكن ظهروا فيها مساح ومجموعته. ظهورهم ده ترك شنو في مدنين؟ اثر ترك شنو؟ جميل جدا. لكن ما تخلينا نرجع دقيقه كده لمحمد جدا فاتت يعني قبل ما انسى يعني الاغنيه يعني الفاتت دي يبدو لي المساح كان في مزاج عالي ولطيف ما في اي بكا ما في اي دموع يعني اي هو والحبيب واي الجهل والطيب والجنون طلع من الحرقه الشديده دي ويعني في صفاء العلاقه بتكون كويسه الوقت ده كان هي ربما 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 ف يمكن يعني او بعتقد انه يعني اساسا زي كلام طلال الجبيل انه الشبلي يعني متفرد الشبلي ذو امكانات عاليه من خلال الحانه صح ودي رؤيه بتاعت فنان طبعا انا يعني خلاص ضمنتها طوالي لانه نحن ذاته راينا كده نحن شعراء وكتاب لكن بنرى كده وجود الشبلي ووجود يعني المساح في المنطقه دي زي ما قلنا جذب عديد من المبدعين للمنطقه هاي في الفتره دي انا قلت قبل انه الكاشف و عوض الجاك عمر ها عمر احمد عمر احمد ده كانوا كورس كورس هاي كورس لمنو كورس للشبلي بدايه نعم يا سلام كانوا صفقوا يعني ما غنوا هاي جزء من الشغل وبالاضافه لعبد الرحيم الامين صاحب الرشيم الاخضر والخديد الانضر هم سبب اعلامي هم برضو طبعا مدني يعني ف بعد ما انتهت الفتره دي اللي هي العشرينات وفتره عمر احمد وعمر احمد مات يعني صغير وشبلي مات صغير الثلاثينات طوالي يعني هبت شالغونا ده ناس الكاشف ايوه كاشف وعمر احمد والهندي اخوه عوض الجاك وما حدو بعد ذاك ظهور الخير عثمان طبعا نعم ف يعني انا بعتقد انها دفعت فتره ادت الناس دفعت الناس ايوه يعني فتره يعني انضجت الحركه الفنيه في مدينه واد مدني وبعد ذاك طبعا يعني انطلقت الحياه الفنيه و ظهر من ظهر من الفنانين العمالقه والكبار بعد ذاك. طيب سرور كان وين في الوقت ده؟ سرور جعفر دوم يعني هو عاش معاهم فتره غنى معاهم في مدني ايوه قعد فتره وغنى فتره في مدني و يعني حتى بعد ذاك انطلق انا وجدت في كتاب اللي هو مدني بعيون طفل وذاكره رجل لعبد الرحيم سالم انه نغيم فاهك يمزين دواء يعني لحنها وغناها سرور هو مدام قاعد وموجود مع الشله دي المبدعه دي اكيد هو بيلحن هو اكبر منه اكبر منه نعم. طيب محمد انا لا اعرف انت بتختار يعني طلال جبيل ضمنيا قال بيختار الاغاني الحقيبه اللي مشى عليها الراحل ابو داوود بيمشي عليها طوالي نعم. انت بتختار كيف؟ والله انا طبعا الاختيار في الاساس انت بتختار الحاجه اللي بتشوف انها هي بتوافق صوتك وامكانياتك لانه ناس في اغنيات كثير جدا هي جميله انا احب جدا اسمعها لكن ما تغنيها لانه حاسس انه انا لو غنيتها ما حاجيده فعشان كده احسن تخليها للناس اللي بيجيدها تغنيها زول ثاني نعم ولا شوف غير زي ابو داود هاي مشكله لكن طبعا اغنيه الحقيبه هي كلها اغنيات جميله جدا ومتفرده
وكل أغنية عندها طعمها المختلف وعندها مساحات المختلفة وحتى الكلمات ذاتها مختلفة عن بعض. فأكيد هي اختبار حقيقي للفنان. نعم، زي ما قلت تقدر تختبروا بها في الإذاعة. وغناء الحقيبة حقيقة هو مسؤولية، والله مسؤولية كبيرة جدا جدا للفنان. نعم، يا إما أنت أجدتها يا إما سقطت في الامتحان ده وبتبقى يعني نقطة سوداء في تاريخك. نعم، وخاصة إنه الناس الكبار والصغار بيحبوها. نعم، بيحبوها جدا يعني بيستمعوا لها الناس الكبار والصغار. أكيد على فكرة زمانك والهوى عوانك أو أعوانك من الأغنيات اللي كانت في لما تمشي تجي صوتك في الإذاعة. في زي 7 أغنيات كده من ضمنهم زمانك والهوى عوانك. كذا برضه هاي أنة المجروح زمانك هاي كانت قاعدة مكتوبة يعني مكتوبة قاعدة أغنيات معينة يعني ما تجينا بأغنية غير دي. شوف أنت عندك أغنيتين، أغنية حقيقة واحدة من السبعة ديل تختار واحدة حقتك حقتك دي بيسمعوها كده، لكن دي القاعدة في الليست عندهم واحدة من السبعة دي مجاز لازم تجيدها. ليه؟ لأنه فيها الأداء الصوتي فيه تدرج ضمن هذا الحقيبة. فيها الغليظ وفيها الحقيبة. زمانك والهوى عوادي أحكم فينا هذا واني أهواك فطي سلواني. التدرج ده يا طلال رغم أنهم ما قروا، كيف الشغل ده كيف كان؟ ما زمان شوف هو أغلب الألحان دي مستنبطة كانت من المدايح. والمدايح كلها شكل الأداء بتاعها كده فيه تصاعد فيه هبوط كده. أيوة. ودائرة نعم. فأغلب أغلب الألحان الألحان الحقيبة دي الكتابة كانوا ناس مصوفين الوقت ذاك. الصوفية كانت غالبة يعني. الدراسة كانت خلاوي وهكذا. فحتلقى الألحان مستنبطة من 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 شكل المدايح كانت حايمة في الوقت. حتى هم أميين يعني، كثير منهم أميين يعني حاجة غريبة. نعم. لكن دراسة الخلوة دائما بتثقفك ثقافة دينية ولغوية عالية جدا جدا. نعم، القرآن الكريم أكيد يعني ما في كلام ثاني. نعم، بعدين في حاجة ثانية أنا داير أضيفها كبير على الكلام الأستاذ محمد. أي شوف أغلب مدن السودان كان فيها إبداع. نعم. كان فيها أكيد. إبداع لكن الخلة مدني متميزة. ليه؟ لأنه مدني فيها فنانين كتار انتقلوا الخرطوم لقرب المسافة. نعم، لقرب المسافة انتقلوا الخرطوم وانتقلوا بالإرث الثقافي الغنائي اللي كان موجود في مدني نقلوا. نعم. ده سبب خلوا أغنية على المساحة عايشة لغاية الليلة. نعم. إنه تناقلوها من بعد وفاة الشبلي، تناقلوها سلكاشي ومرورا لغاية ما جو الخرطوم ورمضان زايد جو الخرطوم وواصلوا بها. عشان كده عايشة معنا لغاية الليلة. لو لاحظت يعني هي أغنية أم درمان يعني خلاص الناس انطبعت في أذهان إنه أغنية الحقيبة هي أغنية أم درمان. نعم، لكن الآن نحن بنلقى إنه هي أغنية في مدني. صح. الأمي على ما أعتقد ما هي مدني، من اللبيط. نعم، أو يعني ما من الخرطوم قصدي. ما من الخرطوم. وحتلقى أغلب الشعراء من مناطق لكن جو استقروا في أم درمان مثلا. نعم، طيب. وطبعا مدني وأم درمان مدينتين متشابهات في التخصص الثقافي، في التفاصيل، في كل حتى في جالياتهم حتى في جالياتهم سمتاني هو وسط السودان. يعني ساعتين المسافة ساعتين دي ذاتها مسافة ممكن تكون جوا الخرطوم من حتة لحتة. يعني انتم كنت توصل مدني وداخل الخرطوم واحد ما توصل البيت. طيب ده بيغني لي سؤال، منو يتأثر بمنو يعني المساح؟ يعني منو من الفنانين اللي يتأثر بهم في فنان الحقيبة؟ في فنانين محددين يتأثر بهم؟ المساح ذاته يعني. نعم، المساح. طبعا المساح ما كان شاعر. فممكن يكون شاعر يتأثر بشاعر يعني مش؟ نعم، من شعر أبو صلاح العبادي الناس اللي سبقوا يعني يتأثر ببعض كان في تواصل بيناتهم يعني؟ كان في تواصل. ما أنا قبل قلتها إنه كان في زيارات بيناتهم وهم جو مدني وعبيد ودرضي وكده وكان في شاعر كبير من الشعراء القوميين دول في مدني شغال في التسجيلات. تسجيلات اللاعبين الأراضي عشان تلعب الأراضي أنتم التسجيلات طوال عام زي كده مجرد ما قلت التسجيلات طلال فكر طوال في الكورة. نعم، اسمه ابراهيم الطاش. نعم. فكان بيجوا بيقعدوا لكن انا عندي راي صغيرون كده يعني يا اغاني الحقيبه وشعراء في تشابه كثير بيناتهم. لكن يبدو لي شويه كده المساح في اختلاف يعني انا لما اقنب اسمع قصائد كثيره جدا في شعر الحقيبة وبجمالياته طبعا وبموضوعه وكده يعني وبصفه الناس يقول لك الحسية عند شعراء الحقيبة. أنا وصف الفتاة شعرا وجسدا وحركة وقياما وقعودا وكده بالتفاصيل يعني. نعم. المساح ما عنده كلام، ما عنده في قصائده كلها
ما موجودة والله تقريبا ما موجودة ما غنيتوا هذا الكلام ما, ما ما موجودة كل لاحظتوه في, يعني في سبب ثاني أستاذ محمد لو لاحظت أغلب شعراء الحقيبة كانوا متواجدين في أمدرمان وبالتالي بيتأثروا ببعضهم يعني ده بيطلع قصيدة ده بيسمعها بيقعد لها ده بيعمل مجاراة فكان الجو العام مع بعض أو البيئة اللي بينتجوا فيها القصيدة كانت واحدة المساحة كان بعيد منهم وبالتالي جو مختلف ورؤيته مختلفة وبيئته مختلفة عشان كده حتى قصايده فيها اختلاف فيها شوية كده تحليل منطقي النقطة الثانية يعني هم زي ما قال اتفقوا وبيقروا لبعض وكده عندهم المقدمات واللي هي بعد ذلك تتخذ رميات وياخذ يحقق صح وشنو كلامنا الجميل ده كده وبتاع يعني هاي رميات المسرح ما عمل الكلام زي ده على الاطلاق يعني خش طوال يعني اغنيه الشغل زي ما انا قلت لك بيل والمسرح يعني ماهر في التغنيه بتاعت كتابه القصيده نعم. طوالي بيخترق مشاعرك من الداخل يجذبك تكون وانت تستمع معاه طيب في نهايه القصيده هو بيشدك بصور شعرية برسمة سواء كانت بوجده الشديد سواء كان ببكاو سواء كان بعشقه الحارق لهذه المحبوبة طيب نحن يعني بيجذبنا الآن برضو طلال لواحدة من الأغنيات الجميلة طلال حتغني شو زمن الخاين أبذور لشهود ظلمك باين يا وجافيت انا ما هو عشان كده قصته متنوعه نعم فيها الاغصان وفيها البكا وفيها الخيان لكن الدواتر موجوده موجوده برضه هنا موجوده نعم نسمع عن الظلم ظلم الزمان نعم نسمع مع طلال هذه الاغنيه الجميله بدور له شهود ظلمك باين جافيت النوم زمن الخاين ما بدور له شهود ظلمك باين جافيت النوم زمن الخاين حب لك واضح يا جميل عذري يا فيت النوم زمني الخاين في هوايا البيت يا بدري من بدري في هوايا البيت بي من بدري سير هوايا البيت يا بدري من فيت النوم زمني الخاين ما بدور لشهود ظلمك باين يا فيت النوم زمني الخاين يا عيون انصار
كل يوم يا جميل ليك بالمرصاد، كل يوم يا جميل ليك بالمرصاد، كل يوم يا جميل ليك بالمرصاد، كل يوم يا جميل ليك بالمرصاد. وادعي محمد والشرك ما صار جافيت النور زمان الخاين ما بدون شوط ظلمة باين جافيت النور زمان الخاين يا فيت النوم زمني الخاين ضيف حبيبي اليوم غير بعد هجع يا فيت النوم زمني الخاين كل محاسن تجي فيه مجتمع يا فيت النوم زمني الخاين كل محاسن الجيل فيهم يتمع يا بيت النوم زمني الخاين لو أفوز برضاك يا جميل رجع لو أحوز برضاك يا جميل رجع أنا لو أحوز لرضاك يا جميل رجع لو أحوز رضاك يا جميل رجع يبقى عيدنا معاك يا بهيد طلع جافيت النوم زمني الخاين ما بدور لشهود ظلمة باين جافيت النوم زمني الخاين ما بدور له شهور يا بيت النوم زمني الخاين ما بدور له شهود ظلمك باين يا بيت النوم زمني الخاين ما بدور له شهود ظلمك باين يا بيت النوم ما بدور له شهود ظلمات باين يا فيت النوم زمن الخاين. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. يا طلال ما بدور له شهود ظلم باين لما ذاك عن الظلم ما بدون لشهود انه حقيقة يعني غناء او اشعار هذا الشاعر الرقيق المساح ما دا اللي زول يشهد انه يقول الشعر ده جميل ورائع واضحة من كلماته ومن دلالاته ومن من المعاني اللي فيها واضحة اي زول يعرفها يعني انت ممكن تفرز شعره على المساح أبدور شهود ظلمك باين جافيت النوم زمني الخاين نعم أشعاره بالجل متفردة يعني ما محتاج يزول يقول لك ده حقة المساحة ده حقة معروفة مختلفة فيها اختلاف مع اختلافه ده
نحن هناخد فاصل مشاهدي الاعزاء قصير ثم نعود نتواصل مع هذه الاغنيات الجميله الرائعه والضيوف الجميلين الرائعين اللي جملوا هذه الحلقه بجميل الاغنيات وجميل الاداء كمان. نتابع بعد الفاصل. برحب بكم من جديد واستمتعنا يعني بكلام جميل وكلام رائع ومدني، نرجع لمدني ودور الكبير اللي قامت به يعني حتى الآن، يعني يمكن بنلقى مجموعة كبيرة من الفنانين يعني جمال طلال ومحمد محمد الأمين وعركي، مجموعة كبيرة من الفنانين، رمضان حسن. أنا دا أعرف إنه زي ما قال طلال قبل قال في بتحس إنه الغنى بتاع المساح بيختلف، فيه اختلاف. الحكايه دي حقيقيه وصحيحه؟ يعني انت من خلال متابعتك لاغنيات الحقيبه وبحثك بتجد الحاجه دي؟ يعني بتعرف دي اغنيه المساح من اغنيات الثانيه؟ طيب انا برضو باكد على كلام طلال ثاني، يعني انا كبير في كلامي قلت انه اذا كان معظم الشعر الام درماني ده مطلع خلي الفرح، شاعر حقيبه برضو، نعم عز قومي كفاك نومك وكفانا دلال يومك وانت يا كبرتوك والبنات فاتوك في القطار فاتوا كده، عنده لونيه خاصه الفرح برضه معروفه يعني. قلت انه يعني المساء على الاطلاق ما اشتغل بالحسيات، يمكن لو في يكون لمسه كده ساي لكن ما كان هايس بالنسبه عنده. جلخص الكلام ده كله في القصيدة اللي غناها طلال، أنا حبي ليك يا واضح جميل واضح يا عذري خلاص ده حصل مثلا. الحب العذري ده معروف في الجزيرة العربية، مجموعة من الشعراء كان حبهم عذري، ناس غيس غيس من الملوح وجميل بسينة وكثير عزة وإني لأرضى من بسينة بالذي لو ابصره الواشي لقرت بلابله، هكذا ما يعني اللقاء ما في جس اللقاء لانه ما عنده حاجه ثانيه، اللقاء والنظر وتامل المحبيب محبوبه ثم يحترق داخليا بعد ذلك. نعم ففي ثنايا القصيده يعني تلقى كلام جميل جدا جدا، بقول انا يعني كل ما انصب الشرك هذا الشرك ما صاد ما صاد رغم انه انا اكون بالمرصاد. هو هنا بالشرك للمحبوب ولا شنو؟ الشرك اي وما يتكلم عن هذا الشيء وانه اساسا لا يجد هذه اللقيه طوالي، لكن القصيده جميله جدا ولخص فيها يعني حبه العذري وحبه الصافي لمحبوبته. يا محمد الشرك طبعا الشرك الان ما زي الشرك زمان. الان الشرك كبير وممكن يصيد. نعم. وزمان الشرك كان صعب، ده ممكن بيدي الناس خيال. الان الشغل بقى عملي اكثر يعني في 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 الميديا في، لكن زمان دي بتدي للواحد خيال اكبر عشان نعم. يقدر كيف يقابل محبوبته وكذا، ودي بتخلي الواحد مبدع اكثر. والله طبعا اكيد الشاعر كل ما يعني اطلق العنان لخياله بيكون الابداع بيكون اكبر مما بتشوف الحياه كلها قدام عينك. يعني الان زمان الشاعر لما يكتب عن محبوبه لمجرد انه لمحه، مجرد لمحه طلعت دفقت مويه عملت كوره قالت حريقه طلعت يحاول يخفي نفسه نعم مجرد لمحه نظرة. ممكن يشكل فيها قصيده ثلاثه قصائد اربعه قصائد لكن يمكن يكون المنع ده هو واحد من اسباب الابداع يعني لانه دائما الحاجات المتاحه كده ممنوع مرغوب الممنوع مرغوب اي نعم. فيمكن الان انا بعز انه الابداع برضه قلل لانه الحاجات متاحه يعني نعم قدامك جدا اي قدامك نعم ما محتاج انه شغل خيال من الليل وتتامل في النجوم في ناس بيعانوا ناس بالليل يا زمان يعني اللي شغالين كلهم واتصابوا يعني زمان يا طلال برنامج الحفله ده سواء كان البنات او الاولاد هو ده البرنامج يعني اللي هو تنصب فيه الاشراك يقول لي شرك هاي زمان يعني فكل زول بيقعد كده فاما هذا الشرك في الحفله يعني اصاب وقمة المزالة بزواج او كده او كده او بيشوف معتصم شوف او بكلمه يعني زمان البلد كان فيها مساحات نعم يعني انت الليله بعد الحفله
عشان ترجع لبيتكم بتقطع ظلمة وفيافي وقد تقطع زراعة وهكذا. في المساحات دي كان مخليهم يشوفوا النجوم ويشوفوا القمر ويتأملوا ويغنوا للظلام والجمال وكده. لكن الآن أنا جمت عليهم بالعمارات يعني المفرد اختلفت لاختلاف الزمان والله دي حقيقة. يعني أنا ناسي لو سألت فيكم زول شاف النجوم 200 ما يمكن تكون شفتها قريبا. القمر الآن برصدوها بالرصد ويقول لك الله القمر طلعت نعم. الجو الزمان أيام الحقيبة هو كان مساعد الناس تماما بالتأكيد الناس يعني بالتأكيد تبديع. وحتى الحياة الجبال اطلاع أتكلم عنها الحياة الحلوة بين الناس ذات أدت الناس دافع يعني ذهنك خالي ما عندك مشكلة ما عندك أي حاجة تعكر عليك خيالك. ما شوف يعني أنا في رأيي أنه الحياة جميلة ذاتها الحياة القائمة على الود وعلى التعاون وعلى المحبة هي نوع من الشعر ذاته. نعم. نوع من الشعر يعني قصيدة ممتدة يعني. الآن زي ما قلت يعني وسائل الحياة الرهيبة دي والحواجز والموانع والكده يعني أيوة الرقة الشفافية ده أنا يبدو لي ذاته المساحة لو جعسة في الوقت ده هل حيكتب هذا الشعر سؤال منطقي بهذه الشفافية وبهذه الحرقة وبهذا الجمال وبهذا الشحن يعني. نعم. ولو جه شبلي نعم. هل حيعمل مثلا بنفس يعني الجمال ده يا طلال سؤال ده أنا موجه لك هل بتفتكر أنه كان ممكن الحاجة دي تكون فيه ولا بيكون لو إحنا أخذنا مثلا قلنا الشبلي وعلي المساح في وقتهم الآن في ناس بيكتبوا شعر كويس في مغنيين بأصوات جميلة وفي كده لكن الطرح الآن مختلف عن زمان. نعم. الطرح بتاع زمان ذاك في ناس بيكتبوا الليلة لكن ما لاقين رواج ليه لأنه البيئة اختلفت والتناول اختلف وجماليات البيت ذات اختلفت زمان أيوه. كانت شلوخ نعم والآن الميك اب يعني في كل حاجة مختلفة يمكن مزغل كلامك كان معنا أستاذنا بشرة قال لي شلوخ قال لي حتى الدمعة لما تنزل بتجيب في الشلخ دي كان علامة جمالية علامة جمالية نعم جمال والضفائر يعني كان في حاجات نعم. الآن الزمان مختلف والطرح مختلف والزمن انتهى نحن قبل الزمن ما ينتهي أنا دار أقول يعني رسالة يعني كتر خير الشروق وزهرة الروب الليلة قدموا لنا شاعر علي المساح وخلونا نعمل الإضاءات الجميلة دي عن حياته وشعره أنا تضافر باقي جهود عشان أطلع له ديوان مجموعته حتى القاعدة دي بتعمل مع المدايح بتاعته مع آفاق بتاعت حياته مع تسجيلات بتاعت ناس كتب عنه أنا يعني بوجه شغلي ده يعني الناس اللي في مدني الزينة المهتمين بالبحث والثقافة الأهلية عملنا مجهوداتنا ودي واحدة منها وشكرا تاني لأنا تشروب لكن المجهود الرسمي نحن عايزينه من أجهزة الثقافية الرسمية عشان هي تقوم تجمع هذه المسألة وتطبعها في كتاب ما كثيرة على الشاعر عظيم بهذه العبقرية. نعم احنا بنضم صوتنا لصوتك وان شاء الله يكونوا بيسمعونا الان وانا بحيي كثير جدا الاستاذ والقاص والشاعر وانت جيت من مدني بنحيي كثير جدا الاستاذ محمد محدين شكرا لك كثير وشكرا لكم يعني شكرا برضو الفرصة اللي خلتني يعني الاقي هؤلاء الشباب المبدعين و هؤلاء العازفين المشرقين وناس الشروق من جديد يمكن انا جيت هنا قبل سنتين ثلاثه يعني. نعم اشتغلنا مع بعض نعم انا بحييك كثير جدا وبشكرك وبشكرك الفنان الشاب محمد حسن حجر خضير وحقيقه انا امتحت انا اشكرك لك كثير والله انا سعيد جدا جدا كنت معكم في الحلقه دي وسعدت جدا بالحوار اثر من خلاله حتى الواحد عرف معلومات جديده كانت خافيه عليه وسعيد جدا وبتمنى انه اكون وفقت في انه اقدم اعمال الاستاذ على المساح يعني. نحن سعدنا بك كثير والاستاذ الفنان الشاب طلال سعدنا بك كثير جدا وامتحتنا. شكرا يا معتصم للمساحه الجميله دي في زهره الروض برنامج المشاهد وشكرا لانه انت يعني اديتنا فرصه نتغنى لعلي المساح هذا الشاعر الجميل واتمنى انه يكون مداخلاتنا يعني كانت على قدر الحلقه واحنا طبعا اقل قامه من ان نتناول شاعر كبير زي ده ونتناول الحقيبة ولكن كنا بأنه كنا قدمناه وينال إعجاب الناس. أشكرك وأشكر قناة الشروق والكاميرات وفي الكنترول والفرقة الموسيقية ناجي والتاج وناجي وسامر سامر ده من مدني ومدني حاضرة معانا يعني مدني دي فيها إبداع في كلها حاضرة معانا موجودة معانا هنا مدني وأنا حقيقة استمتعت كثير جدا مش استمتعت بغناكم بس زي ما استمتعت بحديث الطيب من الأستاذ أيضا مداخلاتكم كانت جميلة ورائعة وأسعدتني جدا
ونحن حنسمع شنو في النهاية حد يمل لنا الحلقة بشنو محمد؟ حنسمع نغيم فاهك يوم زين دواي. نعم. شفاء البجبة قواي. نعم. الحمد لله نحن في النهاية في شفاء وبحييكم وبحيي كل المشاهدين تابعونا، وإن شاء الله حنلتقي في حلقات أخرى مع شاعر آخر، وحنلتقي أيضا بالأستاذ محمد وبمحمد وطلال في الحلقات القادمة، وحتى ذلك الحين لكم دائما أحلى تحية. نغيم فاهك يا مزين دواي شفاي البجبور قواي فاهك يا مزين دواي شفاي البجبور قواي نغيم فاهك يا مزين دواي شفاي البجبور قواي حبا رتبت واي كمي صبري وزاد جواي شفاي بجبر واي ورقي رقي جودي بدواي رقي رقي جودي بدواي رقي وجودي بدواي قربك رواي شفاي المجبور قواي نغيم فاهك يا مزن رواي شفاي المجبور رقى جسمي وصاب امتحان على حبك حمل الرحال شفاي بجبور ومن بعدك انا حالي حال من بعدك انا حالي حال من بعدك انا حالي حال من بعدك انا حالي حال وصالح وحال شفاي المجبور قواي نغيم فاهك يا مزين دواي شفاي المجبور شفاي البجبر قواي أنا الحامل البلا مشتكى الحافظ سير ما حكى شفاي البجبر قواي أنا الحجة بحل المشبكة أنا الحجة بحل المشبكة أنا الحجة بحل المشبكة دمع البكاء أهل المساح دمع البكاء يا ليل يا ليل يا ليل
علينا ليل الوساع دمع المكان أنا الوساع دمع المكان يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل أنا المساع أنا المساع دمع المكان أنا المساء مع المكان أنا المساء دمع المكان أنا المساء دمع المكان أنا المساء دمع المكان نغفاك يا عمز التواي شفاي قلبي جمر قواي